اللي ما كانش معانا في الابليكيشن ده من اوله مش هيبقى عنده مشكلة ان هو يبني معانا الشات ابليكيشن ويبدأ من نقطة الصفر، بس انت هيبقى عندك حتة هتنطها كده ان انت يا هترجع تشوف اول الملفات او اول الدروس بتاعة البروجكت ده عشان تقدر تبني معانا التابلز بتاعة قاعدة البيانات، يا اما هتعمل امبورت على طول للاس كيو ال دوكيمنت اللي هتلاقيه مع الدرس ده، وهتقدر من خلاله ان انت تبني قاعدة البيانات وتحتيها التابلز المطلوبة. تعالوا نعمل اوفر فيو كده على التابلز اللي انا المهمة اللي انا داخل اتعامل معاها. فهدخل على البي اتش بي ماي ادمن، قاعده البيانات بتاعتي اسمها بامي، وهي دي التيبلز اللي انا هتعامل معاها دلوقتي عشان تعرض الليست بتاعت الاصدقاء. هتدخل على الجدول بتاع، او هتبقى محتاج الجدول بتاع الفريندز والجدول بتاع اليوزرز. الجدول بتاع الفريندز عشان اقدر اشوف مين الصديق، او هل عندي اصدقاء ولا لا، ومن خلال الاي دي بتاع الصديق اللي هجيبه من هنا بروح بيه على قاعدة البيانات دي او على التيبل ده، اسف، على اليوزر تيبل، وبالاي دي بقدر اطلع صورة المستخدم واطلع اليوزر نيم بتاعه. كنا عملنا تريكة كده في الاسم بتاع الايمج او البيرسونال بيكتشر بتاعت المستخدم، بنسميها بالاي دي بتاعه دوت الاكستنشن الاصلي بتاع الايمج. يبقى اذا هتلاقي هنا عندك في الاي اكس تي فيلد ده مهم جدا عشان اقدر اعرض الصوره بتاعت المستخدم، والاي دي طبعا مهم، واليوزر نيم مهم. حاجه تانية كنا او يعني متفقين عليها في الابلكيشن ده، ان انا على طول انا لما بعمل ساين ان الاي دي بتاعي بيتخزن في الكوكي، وبيفضل متخزن طول ما انا ماشي، بيفضل متخزن لشهر قدام. يبقى اذا لو انا فتحت الويب سايت بكره مش هضطر ان انا اكتب ساين ان تاني وبتاع، لا بدخل على طول على الصفحه بتاعتي لان الاي دي بتاعي متسيف في الكوكي. عشان كده هتلاقيني لما بفتح الصفحه بتاعت الشات وببدا الديفلوبمنت بقول لك على طول الكوكي اي دي بيساوي ماي اي دي. دي الحته بتاع او اللي مستخدمينها معتمدين فيها على الابلكيشن القديم. التيبل الثاني ده هنبص عليه بصه سريعه، هنا اي دي وبيرنت يوزر وتشايلد يوزر وستيت. قلنا لو انا طلبت صداقه محمد هبقى انا بيرنت ومحمد تشايلد. طب لو محمد طلب صداقتي وانا وافقت هيبقى محمد هو البيرنت وانا التشايلد، والستيت حالة الموافقة بتبقى واحد. الزيرو دي بيندنج، يعني بيندنج يعني الطلب اتبعت ولسه ما تردش عليه. وسالب واحد طبعا ان انت لو عملت ريفيوز للريكوست ده. يبقى انا لما باجي على تيبل زي ده وانا معايا الاي دي بتاعي اقدر اطلع اصدقائي ازاي؟ انا هبقى واقع في حالة من اتنين، يا هبقى انا بيرنت يوزر، انا طلبت صداقة حد وهو وافق، فاذا هيبقى انا في الاي دي بتاع البيرنت، صديقي في الاي دي بتاع التشايلد، والستيت هتبقى بواحد، مظبوط؟ طيب لو حد طلب صداقتي هبقى انا الاي دي بتاعي في التشايلد يوزر. يبقى انا لما اجي ابص على تيبل زي ده وعايز اطلع الاصدقاء بتوعي هاخد الاي دي بتاعي وادور عليه في البيرنت وادور عليه في التشايلد في نفس الوقت. يبقى انا عايز ادور على كل الحالات بتاعت الاصدقاء بتاعتي، ولما بلاقي ريكورد انا موجود فيه باخد على طول الاي دي اللي قدامي ده، واتيفر بقى هو كان تشايلد ساعتها ولا كان بيرنت ساعتها، وبروح لليوزر ستيبل عشان اطلع البيانات بتاعته واروح منزله في الليست بتاعتي. طيب جميل جدا الكلام ده، ما فيهوش اي مشكله لغايه دلوقتي. تعالوا نشوف الكودينج بتاعه.